المشاهدون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار من قناة الشروق. التقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو التقى يوم أمس مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية بحضور النائب العام المكلف مولانا خليفة أحمد خليفة والسفير المغربي بالخرطوم، وبحث اللقاء أهمية التعاون والتنسيق مع المملكة المغربية في مختلف المجالات خاصة في المجال العدلي والقانوني. وأكد نائب رئيس مجلس السيادة أهمية تعزيز التواصل في مجال القوانين ونظم العدالة وبناء القدرات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. توجه صباح أمس وزير الدفاع المكلف ياسين إبراهيم إلى جوبا حاضرة دولة جنوب السودان، مترئسا وفد السودان للمشاركة في اجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة والتي ستبدأ أعمالها في الفترة من 17 إلى 19 من يناير الجاري لمناقشة القضايا الخاصة بملف الآلية السياسية والأمنية المشتركة. ويضم الوفد المشارك السيد وزير الداخلية المكلف وقائد قوات الشرطة ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ونائب المدير العام لجهاز المخابرات العامة وممثل وزير الخارجية. وتأتي هذه الزيارة لمواصلة اجتماعات تم عقدها بالخرطوم في مايو من العام 2022 والتي أمن الجانبين فيها العمل والإشراف على أمن الحدود بين البلدين. تسلمت وزارة الصحة الاتحادية سلمت أجهزة تنفس صناعي مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لصالح 4 من المستشفيات بولاية الخرطوم كمرحلة أولى بحضور السفير السعودي بالخرطوم علي بالحسن جعفري ووفد المركز برئاسة فارس بن نداء الحربي وعدد من مديري الإدارات العامة بالوزارة. وتقدم وزير الصحة المكلف هيثم محمد إبراهيم تقدم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده والسفارة بالخرطوم على هذا الدعم الذي يأتي في إطار ما تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية من دعم في المجالات الإغاثية والإنسانية للشعب السوداني. وأعلن سفير المملكة بالخرطوم استمرار المساعدات والدعم وفقا للحاجة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية في السودان. تعهد وزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم عبد النبي لدى لقائه السلطان محمد حسن برقو سلطان دار كبكابية بمحلية الطينة بولاية شمال دارفور، تعهد بتوفير الخدمات البيطرية للمجتمعات الرعوية باعتبارها الشريك الأصيل في تطوير قطاع الثروة الحيوانية. وقال عبد النبي إن القوافل البيطرية التي تسيرها الوزارة إلى ولايات السودان المختلفة تعتبر من أولويات الوزارة لتطعيم القطيع القومي من الأمراض الوبائية والعابرة للحدود، مؤكدا دعم وزارته الفني واللوجستي لكل مشروعات الثروة الحيوانية لزيادة الإنتاج والإنتاجية وزيادة القيمة المضافة لمنتجات الثروة الحيوانية بالمنطقة والبلاد. المشاهدون الأعزاء، قدمت لكم موجز بأهم وآخر الأنباء. شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.